بداية الحلقة بدي أحييكم أصدقائي المشاهدين، وخصوصاً 17 كانون الثاني هو عيد مار أنطونيوس الكبير. مار أنطونيوس هو بي الرهبان، فأنا طبعاً بعايد كل يلي بيحمل اسمه منهم، زميلنا توني عبود يلي هلأ بالرجي، وكل يلي بيحملوا هالاسم هيدا، وللبنان طبعاً بشفاعته أكيد يحمي عائلتنا ويحمي لبنان ويحمي رهبانيتنا، لأنه اليوم رهبان بيجددوا نضوراتهم. وطبعاً نحن بنعرف قديش الرهبان لعبوا دور كتير كبير باستمرارية هذا البلد، وبالتالي ما بدي خصهم كلهم فرداً فرداً، وخصوصاً الرهبانية الأنطونية اللبنانية النسائية والرجالية، حتى قلن كل مار أنطونيوس وأنتوا بألف خير ولبنان بخير يتمجد مع مار أنطونيوس. طبعاً نبلش دايماً بالمعلومة. بمعلومتنا لليوم حبيت طمن بموضوع الخط 1200 يلي كلنا يعني بحسب مياه بيروت وجبل لبنان، انه استكمل اصلاح هذا الخط يلي تضرر ب 3/1/2020 واللي بيتقدم من محطه دبي الرئيسيه، يعمل على توريد المياه لمحطات وخزانات تلت الخياط وبرجع بحيدر. فالمؤسسه كانت اتخذت تدابير وقائيه بحينها لتامين سير العمل، ولكن في يقول انه اليوم بتصور عم ترجع تضخ المي على هالخط هيدا، لانه امبارح كانت مضطره تقطع المي عن هالخط لاصلاحه بصوره نهائيه. بعتقد اليوم صباحا انتهت اصلاحات هذا الخط بصوره نهائيه، ورح تبلش المي تروح تدريجيا لكل المناطق بحسب طبعا مواعيد التقنين يلي كانوا معودين عليه. ولكن بدي طمن الكل انه من ساحل المطر لا برجع بحيدر لتلت الخياط رح ترجع المي بشكل طبيعي، وانتهى طبعا اصلاح هذا الخط المهم. متابعه. دكتور بيير قدي رئيس بلديه قدي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. دكتور بيير، نحن ببحر الاسبوع تلاقينا اتصال من 6 مساكن بيقولوا انه الطريق يلي بتوصل لإلهم بيقدي سقط حيط او صار صخره نزلت وما وصار في اعاقه للسلامه المروريه، وهن ما قادرين يوصلوا بالوقت يلي عم يطلبوا من البلديه هي ترفع طبعا هذا العطل او هذا الانهيار وترجع الطريق. ولكن اليوم عرفت مثل ما فهمت منهم انه البلديه مش هي مسؤوله عن هذا الطريق، خبرنا شوي شو هي القضيه بالتمام، مسؤوليه من وشو هي الحلول المطروحه. صح، انا كانوا طلبوا منا هالطلب، هيدي طريق ضمن افراز، هيدي طريق غير نافذه. نعم. طريق قديمه وقتها صار في شتي وصار في سيول وقشط مثل صخره كبيره وسكرت قسم من الطريق، لا بعدهم عم بيوصلوا على بيوتهم. نعم. بس مش هون المشكلة، طلبوا منا انه نحن ناخذها للصيانة. نعم. على عاتقنا. أنا أحلت طلب للأي مقام يلي حولته للقسم الفني بالتنظيم المدني. طلعوا وكشفوا وقالوا انه الطريق منفذ بطريقة غير صحيحة ومنه معمول مثل ما لازم. مهندس البلدية طابق واقعة أرض على خريطة الإفراز، وفي محلات الطريق فايتة بعقارات خاصة، وفي محلات الطريق جاي على شير او على حيط ما قدروا ينفذوها، فاذا نفذت بطريقه خطا. وهلا عم بقول للبلديه تعوا انتم استلموها، يعني بمعنى اخر تعوا انتم كملوا الافراز. نحن قلنا لهم اعملوها مثل ما لازم تكون، ومن هالعين قبل هالعين. نحن بالنهايه جيران، نحن بنعرفهم للعالم، ونحن بلده صغيره وما عندنا اي مشكله نستلمها، بس يعملوها مثل ما لازم. ومن هونيك بالرايح نحن بنهتم بالصيانه. نعم. ما في صاحب الافراز يبيع عالم، العالم لازم يكونوا عارفين شو شاريين، يعمروا بيوت يقعدوا فيهم لهم فتره وبس يصير في سيول يجوا للبلديه يستلموها. نحن بنعرف لانه مضبوط، واذا في اكثر من 6 وحدات فيهم يلزمونا نستلمها، بس بتكون الطريق اللي بدنا نستلمها هي الطريق على الخريطه. نعم. مش على الخريطه شيء ومتمنى شيء مختلف. نعم، يعني هلأ على صاحب هذه العقارات، يعني أصحاب العقارات أو يلي فتح هذه الطريق، يعيد النظر بقضية مرور هالطريق، لأنه إذا كانت متعدية على عقارات تانية مفروض ما يتعدى، وإذا كانت أخذ الطريق الصحيح حتى البلدية
تستلم شغلة مثل ما قلت يعني حسب العقارات وحسب إفرازها، هذا اللي يعني اللي بفهمه من حضرتك. أكيد يعني أصلاً صاحب العقار اللي فرزه موجود وعنده شقة بإحدى العقارات. يعني تواصلتوا معه يعني من زمان عنده... من زمان أصلاً قبل هالقصة كان في كذا مشاكل، ونجي نحن بحكم الجيرة نقول له نحن مستعدين نساعدكم تتعاملوا هيك بس وقفوا الخلافات بيناتكم. القصة ما لنا قصة طلبوا منا ونحن قلنا لا، يعني بيقولوا لك اياها بطريقه بس عم بحكيك انا الواقع. وفي احاله رسميه للاي مقام والمكتب الفني اجا وكشف واعطينا احاله رسميه، بدك نبعث لكم اياهم تبرزون على الهواء؟ لا ما عندنا اي مشكل. هلا نحن اللي بيهمنا انه الطريق تبقى مفتوحه وعليها سلامه مروريه، يعني ما يكون في عليها اي خطر على الناس. هلا اذا متعلقه باصحاب العقارات وعقار معين بهذه المساكن، عليه اليوم قبل بكره يتفق مع الناس اللي موجودين ويعملوا الطريق. فيكم تسهلوا لهم بعض الامور يعني مطلوب شيء يعني؟ لا لكن نحن بعثنا الفريق الاشغال عنا تيكشفوا وعم بيقدروا يفوتوا ويطلعوا ومش مسكر الطريق كليا. في خطر بعد شيء عليها؟ النقطه الثانيه نحن لرفع المسؤوليه عنا طلبنا من صاحب الافراز انه انت عليك تنفذها مثل ما لازم بالطريقه المضبوطه، ومش هيك احلناها للاي مقام. نعم لأي مقام أحلتها المكتب الفني اللي قال إنه مزبوط الطريق بدها تزبيط، بدها يعني اللي شق الطريق بده يهتم فيها. ساعتها قالوا من زتها على البلدية. أوكي بس حتى نوضح الموضوع، البلدية مش هاملة مسؤوليتها، إنما تقع المسؤولية بالبداية على صاحب العقار يلي شق الطريق. فإذا بطريقة غير قانونية يعني في بعض التعديات، عنده بيرمي للإفراز، عنده رخصة، عنده رخصة إفراز. نعم وقت فرز عم نحكيك هاي من سنين نعم. لورا يعني مش هلا. نعم وقت شقة يمكن حسب طبيعة الأرض مفروض الشقة حسب. نعم في ناس وقت صار في عمار في عم بقولوا هي طريق لهونيك جايين تشقوا طريق قدامنا، يعني بلشت المشاكل من ورا ما من بعد ما اجوا عمروا. هلا لازم اللي اشترى يكون عارف، لازم اللي بده يعمر المهندس اللي عمر يكون عارف، يعني في مشاكل بين بعضهم. عم بحكيك انا من سنين قبل ما نستلم المجلس البلدي، بقى هيدي ما فيهم يجي يقولوا فجاه هدوا اهتموا بالطريق. نعم يعني ان شاء الله هذه الاخطاء يلي حصلت يتفقوا مع بعضهم لصالح الجميع، لانه بالنتيجه هي طريقهم وهي سلامتهم. اكيد هيدي اللي طلبناها منهم، ونحن وراهم تنسندهم، حدهم تنساعدهم، وقدامهم تنسهلهم بس بالمنطق. اوكي انا بشكر دكتور بيير ادي للتوضيح، لانه كمان نحن بهمنا كمان نوصل الصوره كما هي بكل شفافيه. شكرا لك. وصارت قضيه لكان عند الاهالي يتفقوا مع صاحب هذا العقار يرجعوا عيدوا النظر بهذه الطريق رحمه بهم اول شيء ولسلامتهم، وحتى تنفك المشاكل، لانه بالنتيجه رح يكون هذا الطريق طريق بيتهم. كمان بمتابعتنا بموضوع المي، نحن كان وردنا ترويح بمنطقة النقاش، ما بعرف إذا بنقدر نشوف الصورة، بشارع زون روج على أول المفرق. هالترويح اللي عم بيصير دايم، عارفين في مصلحة مياه بيروت جبل لبنان رح يبلشوا بكرة بتصليحه، وكمان اليوم نقاشين ببلشوا ياخدوا المي، لأنه كمان كانت مقطوعة عندهم المي بسبب العطية اللي حكينا عنه ببداية الحلقة، الـ1200 نقاشين ابتداء من الليلة لبكرة بكونوا كمان أخذوا ماء بشيء منتظم، وهيدا الترويح يلي شفناه رح يتصلح بكرة. بأخذ اتصالاتكم على 04-444-444. بأخذ أول اتصال لليوم. ألو ألو مرحبا مدام ربيكا. مرحبا كيفك؟ إن شاء الله بخير الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله ماشي الحال. مدام ربيكا أنا بعتذر إن موضوع غير موضوع البرنامج، بس بصراحة بس بدي أحكي كلمتين بعد أمريك. لكن البرنامج مفتوح يعني ما في موضوع محدد، عرفتي؟ يعني إذا عندك شيء قولي بس ما تبكي، يعني الناس تفهم. بعرف وقتك مزعوجة من شيء. والله يا مدام ربيكا وضع كثير صعب، أنا من طرابلس معي طرف شلل، أنا مالي بعيد إلا الله، الله وكيلي. أنا حصير بالشارع ما عندي إخوة شباب، وبي قاعد بدون شغل بعد دفش، تعبت كثير بس ما حدا يرد علي. أنا بس بدي بهاليوم الفضيل يعني ناشد أهل الخير وأيادي البيضاء إذا بيساعدوني بكون ممنون كثير. والله حصير بالشارع ما بعرف أدفع إيجار بيتي. وين بطرابلس حضرتك ساكنة؟ بالبداوي. بالبداوي؟ عندك رقم تليفون؟ إي معك. فينا نحطه على الشاشة؟ إي أكيد. 70 70 92 أوكي 30 33 فإذا 70 923 0 3 3
30 33. ايه مظبوط مظبوط ما قلته. ايه ممنون كثير يا مدام بكتب يعني بتمنى اللي عم يسمعني يساعدني ان شاء الله. بعرف في كتير حالات خصوصا بهالايام هيدي مش بس بطرابلس، بكتير ناس كانت الايام كتير منيحه معهم، ولكن كل هالظروف يلي عم نعيشها اليوم هي ما ظروف عاديه اطلاقا، هي ظروف كتير صعبه، ولكن الحمد لله اذا بعد في ايادي بيضاء، بعد في جمعيات، بعد في مؤسسات، بعد في ناس عم بتحب تمد يد المساعد لنطلع كلنا من هالازمه هيدي، بيكون شغله كتير منيحه. يعني انا بتمنى الحكومه تكون اليوم قبل بكره على مستوى امال اللبنانيين، خصوصا الثوار يلي من 90 يوم وعم بيزيد يوم ورا يوم، عم يتعلقوا اكثر بمطالبهم وهي مطالب محقه. نحن هذه الحكومه اللي بدنا اياها تكون تعبر بالفعل عن أمال الناس، يكون عنا دولة تحفظ لنا كرامتنا، تحفظ لنا حقنا بالعمل بتعبنا اللي هو كمان يلي بيجي آخر الشهر منروح بدنا ناخده بالقطارة من البنوك، كيف بدنا ندفع السندات وكل شيء بعده ماشي فوائد وإلى ما هنالك. البلد ما بدنا إياه ينهار، ولكن بدنا إياه يكمل، وبدنا كل إنسان يتحمل مسؤوليته. يعني هالست يلي اتصلت كتير مثلها، يعني يوميا متلقى كتير من الاتصالات، وقدين الناس بدها تساعد لتساعد. الحمد لله في ايدين بيضة بعد عم بتساعد، ولكن مش هيدا هو الحل. نحن بهمنا نأمن استمرارية حياة الناس بعيشة بكرامتها، استمرارية. يعني اذا هلأ ساعدنا مرة، طيب وشهر الجاي واللي بعده شو بيصير؟ نحن بنأمن استمرارية، وهذه الاستمرارية مسؤولة عنها فقط الدولة اللبنانية اللي هي عليها انها ترعى شعبها، هي مسؤولة عنها. باخذ اتصال اخر. الو الو اهلا مسيو تفضل. بونجور. بونجور كيفك مدام ربيكا؟ الحمد لله. معك شخص كنت حكيتك بخصوص محل من فتره بالمطايره، قلت لي اترك اسمك ورقمك تحت الهواء، نحن بنرجع نتصل فيك لانه بده شرح شوي شرح اكثر. فبقى بس عم براجع لحتى اشوف شو في مجال نحكي نحن وياك. في مجال نحكي، بس انت ما قلت لي ما بدك تحكي على الهواء شيء هيك وقتها، ما بدك تعطي تفاصيل على الهواء؟ لا حضرتك قلت لي هيك موضوعك كبير، حط لي رقمك تحت الهواء. بعتذر بعتذر ما قدرت اتصلت فيك، بعتذر. يعني نرجع نتواصل معك بنشوف شو بنقدر نساعدك. اهلا وسهلا فيك. مرات تقول لك شغله ما بننسى، ولكن قد ما بتتراكم بعض الامور ومرت بالنقل المباشر، يعني كمان ما بعود عنا حلقه بنكون عم نحضر شيء بتغير البرنامج لتاني نهار من هيك. يعني هي منا اهمال بقدر ما هو وضع كمان استثنائي عم نعيشه كلنا. بعتذر من حضرتك واكيد نرجع نتواصل معك شو اذا بنقدر نساعدك. ناخذ فاصل ومنتابع.